ما كنتش اعرف العادات والتقاليد. احنا هنا متعودين المغرب يأذن بنفطر حلو على طول. فالمهم رحت سريعا عشان وقت البرنامج على ما نعمل السمبوسه. حلو. حطوا الفطار سمبوسه، حطوا لنا سمبوسه وشوربه وعصير برتقال وبلح. حلو. فانا قلت خلاص يمكن ده الفطار هنا في السعوديه. حلو. والناس كلها اللي كانوا معايا كل واحد خد واحده وشويه وبلحيه وخلصوا. انا نزلت اكل لحد ما ايه شبعت، قلت لا انا هاكل بقى خلاص. قمنا قال لك نصلي المغرب، قلنا خلاص نصلي يعني مش هيبقى لا فطار ولا صلاه. هو الفطار يبقى سمبوسه فطار ولا صلاه؟ قلت يمكن هو الفطار كده اصلا. خلصنا صلاه واذ ما لذ وطاب بينزل قدامنا. حلو. بعد صلاه المغرب مباشره. وده الطبيعي. ده الطبيعي. فضاع مني طبعا الفطار ده يومها. ايوه وانت صليت. انا خلاص انا اكلت سمبوسه بس. طب بنسبه السمبوسه شفت انا بلفها ازاي؟ انا انت بتلفها ازاي بقى؟ انا عمري ما عرفت الف سمبوسه بصراحه. لا سمبوسه ولا محشي بعرف الفهم. دي مدرسه المغازي. انا بشوف بشوف ايمان بتعمل كده بس لكن انا ما بعرفش. ايمان بتلفها كده؟ عامله لنا سمبوسه امبارح هايله امبارح. بنفس الطريقه دي؟ احلى كمان. دي كده في اكل في الخليج اول ما رحت ما كنتش عارفه ولا فاهمه ولا بس حبيته بعدين. اللي هو؟ في عندنا كان في السعوديه حاجه اسمها مغش. مش عارف انت شفتها ولا لا. مغش. المغش في السليك في المرجوك في الهريس في المغش وفي الحيسي. في الحيسي كانت باميه باللحمه في طواجن. الهريس. الهريس المرصيع. المصبي بقى والحاجات المصبي. اللي احنا كلها تعرفت هنا دول المعصوب الحنين. والمعصب والحاجات دي كل ده كل ده كل ده كان حبيته بعد الوقت بقى. حل. مع الوقت. حل. ولذلك حتى انا لحد دلوقتي احب الكبسه الخليجي عن الكبسه المصري اللي بتعملها ماما فريال. بحب الكبسه اللي بتعملها إيمان. مين ماما فريال؟ مامة ايمان زميلتنا. مامة ايمان زميلتنا مراتي يعني مراتك. لا مامة ايمان منصور زميلتنا. هي بتعمل الكبسه المصري شاطره في الكبسه. لا انا ايمان مراتي بتعمل الكبسه الخليجي حلوه. حلو. يعني في كبسه مصر وكبسه خليجي؟ الكبسه الخليجي بتبقى بالصلصه شويه ورز البسمتي وعليه صلصه والحاجات دي وحاجات كده. بيبقى الاكل بيبقى شويه جويسي فيه شويه اكتر، مش ناشف زي المصري. حلو. يعني بص انا عرفت كذا معلومه منك النهارده. ان في كبسه مصري. كتير قوي والله دلوقتي. كان عندي معلومات كتير قوي قوي. حلو. طب قول لي في سؤال مهم جدا. طبعا الشوربه على السفره بيمثل ايه للدكتور الصيدلي يوسف عبدين؟ ايه طبعا الشوربه. انا اساسي بالنسبه لي على الفطار لازم شوربه وسلطه، ده اساسي. وبالذات بس انا عندي حاجه بقى في الشوربه يا شيف. انا بحب الشوربه تتعمل على قديم. انا ما بحبش البهارات الكتير بتاعه اليومين دول الجديده اللي طالعه. انا بحب الشوربه على قديم وهي اقصى حاجه. حبهان يعني ما بتحبش تجرب اكلات جديده؟ لا حبهان ولورا وانا اسمح لي اقلب بطاطس بس عشان انت ست عشان انت نسيت وغرفانه كمان يا استاذ يوسف. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه دمها خفيف لان بالفعل حبيب قلبي بوجودك انت كان منورني ومشرفني النهارده الاستاذ المذيع الاستاذ يوسف عبدين مذيع نشره الاخباريه وكمان دكتور صيدلي شاطر وبياكل كتير وبيحب الاكل وبيحب المطبخ وكل حاجه ومع ذلك محافظ على شكله. محافظ على الاكل مش كميات كتيره مش لكن كميات. بيبقى اصناف كتير وده كويس على فكره وده صعب خاصه مع واحد بيمارس يعني المطبخ ويحب المطبخ فعايزين حضرتك النهارده بما انك انت ضيفي ومتالق تختم لي الحلقه بتاعتي. انا حبيت الحلقه جدا معاك. انا طبعا لك في السفره دي اول مره اكشلي ان انا اطلع حلقه كامله بره الاخبار في حياتي. وما كنتش قلقان اكتر من قلقان من حاجه ثانيه زمانها بتحصل دلوقتي في حفله بتتعمل عليا دلوقتي من زمايلي. لكن الحلقه دمها خفيف معاك جدا وعدت بسرعه وما كانش فيه اي توتر. السفره شكلها لطيف ازاي؟ السفره شكلها حلو وبسيطه ما خدتش وقت ما شاء الله.